بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي الطلاب، درسنا لهذا اليوم هو حل موضوع سورة الواقعة من الآية 27 إلى الآية 56 من كتاب التربية الإسلامية للصف التاسع الفصل الدراسي الثاني. نتمنى أن تستفيدوا من هذا الدرس وأن ينال إعجابكم، ولا تنسوا الاشتراك في القناة والضغط على علامة الجرس ليصلكم كل جديد.